انا اسمي سلامة سالم علي، شهرتي سلامة البس، من سكان قرية بالوزة مركز جرعة. دخلت الاخوان سنة 1992، جاءني تكليف من قيادات الاخوان اني اكون مجموعة لجمع المعلومات السياسية والاقتصادية في محافظة شمال سيناء علشان يستخدمها إعلامي الإخوان اللي هم شغالين أصلاً في اللجان الإعلامية في حملتهم ضد إيه؟ ضد النظام. وده عشان حاجتين محددتين، إن هم يعملوا مادة إعلامية يستخدموها في أفلام، في صنع أفلام وثائقية ضد الجيش والشرطة. الأمر التالي، المواد الإعلامية دي تستخدمها المذيعين بتوع الإخوان اللي بيعملوا في قنوات تركية. ومن فترة تواصل معي عيد مرزوق عشان خاطر أنا ومجموعتي نعمل مادة إعلامية باسم القصف العشوائي، بتصور الأحوال المعيشية السيئة اللي بيعيشها أهالي شمال سيناء.